السلام عليكم، معاكم فريق ديرا جيمينج وحياكم الله بحلقة جديدة من ديرا توك. ان شاء الله راح نسولف عن فيلم سوسايد سكواد. عبد الطيف، ايش رايك بالفيلم سوسايد سكواد؟ طبعا الفيلم كان يعني حلو، يعني ما اقول لك انه ممتاز، ما اقول لك انه بايخ، لا حلو. يعني في الافرج بالنص. فيلم سوسايد سكواد طبعا استمتعت بشوفه هارلي كوين، بشوفه جوكر، بشوفه ديتشات، يعني بشوفه جميع الشخصيات الموجوده. اوكي، رايي الخاص ما شاء الله الفيلم وايد ابداع، عجيب، عجبني. يعني من يعني تقدر تقول دي سي سينماتيك يونيفرس وايد يعني مخلينها اوفر، فهمت؟ فانا حبيته صراحه. يعني لا مخلين سوسايد سكواد، يعني اقول لك يعني شيء جديد على السينماتيك يونيفرس والدي سي. يعني اقول لك يا يعني مجموعه فيلنز يعني يروحون يدافعون عن مدينه. يعني من سبت كل هذا؟ يعني مسبت واحده بس، اماندا والر. طبعا العالم بعد ما فقد سوبرمان باتمان فيرسس سوبرمان، طبعا ماكو احد، يعني ان حسب لهم انه ماكو احد ينقذ المدينه، فهي استعانت بهالفيلنز علشان شو اسمه ينقذون المدينه. طبعا بتهديده اماندا وولر. اماندا وولر شخصيه انها جباره بالفيلم. بس انا اقول لك شغله، اماندا وولر تحس انها بعالم مارفل هي نيك فيوري. صح، نيك فيوري بالدي سي هي اماندا وولر. انزل، ويعني يعني تقدر تقول انه بعد ما قلت لك توفى سوبرمان، هي إيه تقريبا تبي تمسك الموضوع، هي إيه تبي تمسك ان انا اللي بدافع عن المدينه بطريقتي انا وطريقتي الخاصه. وهي قدرت ان الكونغرس تقبل الكونغرس انه صح كلامك، انه دش يلا. والحين نتكلم عن الشخصيات. طبعا الشخصيات اللي وايد بدعت بالفيلم ديتشات ويل سميث بدع بشخصيته، كلنا حبيناه كديتشات. انا صراحه ما توقعته يعني يكون مبدع ديتشات. اي حتى انا ما توقعت انه كان قبل من بدايه ان الفانز دي سي كانوا يطنزون يعني بالميمز وهالسوالف بالانستغرام بكل مكان تقريبا كانوا يطنزون عليه قبل. يعني يقول منو يعني ليش هو منقينا ديتشات، والحين بالفيلم انصدم. يعني الفانز انصدموا. لا اكيد يعني انصدمنا، يعني ما شاء الله اداءه كان ممتاز بالفيلم. يعني انا عن نفسي ما توقعته كذي، يعني يضبط الشخصيه. يعني كافنا شفنا اسولت اوف اركم ان ديتشات يكون خال يعني حنطاوي مثلنا. انزل، ويعني ويا بول سميث يعني كان الكاست حيل مضبوط عليه. يعني ايه حيل غلط، يعني منقون اقوى مثل ما يقولون، عرفت؟ ايه. والحين هارلي كوين شلونها؟ هارلي كوين انا اقول لكم ان شاء الله هارلي كوين ابداع. يعني هي اكثر شخصيه اللي انا حبيتها بكير سوسايد سكواد. والشيء الثاني اللي تمثل هارلي كوين طبعا هي مارغوت روبي. انا عن نفسي قلت ما راح تبدع كهارلي كوين. هارلي كوين بدعت كشخصيه، واحنا استانسنا اول ما شفنا هل هارلي طلعت ترقص مع الجوكر، وفعلا بدعت شخصيه هارلي 100%. يعني انا صراحه حبيت شخصيه هارلي. وجوكر يا جرد ليتو الله ابداع يا جماعه. انا اقول لك اياها من الحين، هيث ليدجر مع جاك نيكلسون ابداع. بس شنو شو اقول لك، جرد ليتو غير ام الجوكر بس يعني طريقه احسن. لا انت خليني اقول لك، جيرارد ليتو كل واحد وستايله. طبعا هذا جيرارد ليتو ستايله غير جينجستر. شو اسمه استغفر الله اللي هو هيث ليدجر، انزين ستايله غير سايكو ستايله سايكو. وش اسمه جاك نيكلسون ستايله كوميدي تقريبا، كوميدي على درامي. كوميدي على درامي، بس كلهم مبدعين. طبعا انا ما احب اقارن بين هالجوكر. طبعا الجوكر يعني لما شفناه بالفيلم طبعا كله كان عاشق لهارلي كوين، يعني كله يحب هارلي كوين. انا اقول لك شغله ليش، لان المخرج ماسوسا سكواد ما اعطاه حقه كجوكر نفسه، اعطاه انه كان بينقذ هارلي كوين، عرفت؟ ايه بينقذ هارلي كوين. والشيء الثاني بالكوميكس انه كان ما يعني هو يحبه صح يعني كبارتنرز. انزين يا عمي بالكوميكس ما يهتم فيها. اي هذا ما قام يهتم فيها وايد، ان اهم شيء انه هو يبي يسيطر على القافل. انشاترس ايش رايك فيها الساحره؟ طبعا انا المعذره يا جماعه، انا نسيت اسم الممثله، بس الممثله اللي مثلت انشاترس
كانت ممتازة. حتى الكاستوم كان حلو يعني عليها. ويعني صدق حسستني ساحرة. تتذكر اللقطة اللي لفت يده شيء حولت من تعويذة تعويذة أصلاً. كانت جبارة اللقطة صراحة. وهذا وكابتن بومرين كان عادي, شخصية عادية. أنا يعني خل أقول لك شغلة يعني كابتن أوكي كان كوميدي كان كوميدي صح, بس يعني ما اعطى حقه الشخصيه, ما اعطى حقه. شوف انا عن رايي حبيت كابتن بومرينج وهذا, بس بالفيلم اوكي يعني اتس اوكي وكل كروك ادول. انا هذا الممثل الخال ادول وايد يعني اعشقه من مسلسل اوز طبعا. هو نظام اجرامي ابداع, لما يبدع لك شيء اجرامي يكون يعني ممتاز. بس لما الحين اعطوه دور كل كروك يعني ما شاء الله يعني انا ابدا صراحه حبيت. هو عطوه كيلر كروك دور, بس بالفيلم ما يتكلم وايد يعني. انت لو تلاحظ ان يعني كانك مبارس. شنو المشكله انه يعني تدري انه معطين الكلمات كلها حق ويل سميث, حق هارلي, حق ما ادري منو, وهم بيحاولون يجزئونه بس طبعا اكيد اكيد عرفت بيحاولون يجزئون, بس كيلر كروك هذا حظه عطوه عرفت. وفي كيتانا, ايش رايك بشخصيه كيتانا؟ كيتانا ما عجبني صراحة يعني ما له داعي يدخل سوسايد, ما له داعي تدخل سوسايد سكواد عفوا كلش يعني ما له داعي صراحة. بس هذا التعليق. شوف شخصية كيتانا هي من الشخصيات الأساسية من سوسايد سكواد بالكوميك بوك. شخصية ال ديابلو طبعا انه مكسيكي انزين عايش مع اهله انزين, كل ما يزيد من العمر انزين كل ما قوته تزيد بالفاير, وهو عنده يعني داخل ديمن شيء طريقه ما ادري عنه. لا هو الديابلو يعني منبوذ, احسه منبوذ من الناس انه ما له شغل بحد عرفت. وهو لما صار اللي صار بالفيلم, انا ما اقدر اعطيكم سبويلر كامل, صار اللي صار بالفيلم حس بالوحده, حس انه خلاص ما يبي ينعزل عن العالم. بس لما دش مع سوسايد سكواد كل شيء تغير, نظرته تغيرت حق الاجرام, نظرته تغيرت حق حتى الفايتات عرفت. شخصيه ريك فلاك طبعا, شخصية ريك فلاك اس نورمال سولجر انزين وبست يعني شوتينج, ويشتغل مع اماندا وولر بالميشن. طبعا عينت اماندا وولر لانه هو الجندي القوي بينهم, وجندي اقوى جندي تقريبا بامريكا, فهو قادر يمسك سوسا سكواد انه يمشيهم بدرب اللي يبونه, يمشيهم بدرب اللي تبيها اماندا وولر. طبعا باتمان نسينا لا نتحدث عنه. طبعا باتمان اول ما دش احنا كلنا او ماي جاد كذي اوف شنو هذا. اللقطه كانت مع ديدشوت قويه, حبيت الدشه, حبيت شلون تهاوش مع ديدشوت يعني ما توقعنا يعني هو اللي معينينا على اساس انه يروح يعني يقبضون على ديدشوت يعني. كان اللقطه حيل جباره. ايه طبعا هذا كله نغزات حق فيلم جاستس ليج وفيلم باتمان سولو موفي. اكيد حق سولو موفي مو جاستس ليج, حق سولو موفي. حتى ان لما لحق الجوكر, لما لحق الجوكر وهارلي باتمان يعني هذا يدل ان ماضيهم على باتمان سولو موفي نفسه مو على جاستس ليج نفسه. طبعا نسينا ما نذكر لكم شخصيه مهمه, ذا فلاش. طبعا اول ما طلع ذا فلاش طبعا يعني احنا استانسنا يعني, كان رياكشن اوه ذا فلاش شو يسوي عرفته. ايه انا انصدمت اصلا. اي هو طبعا ليش طلع ذا فلاش؟ كابتن بومرينج منو عدو؟ عدو ذا فلاش مو عدو يعني هم دي سي يونيفرس مرات يحطوا عدو باتمان عدو ذا فلاش, بس هم ركزين على حق ذا فلاش لانه طلع مسلسل ذا فلاش نفسه يكون عدوه, فحطوا ذا فلاش انه يكون هو اللي يمسك كابتن بومرينج. دخلته حلوه. اي دخلته حلوة. ليش؟ لانه بيعرفوا لك على السوت نفسه, بيعرفوا لك على شخصيته حق فيلم جاستس ليج. طبعا الحين السلبيات, وراح نذكركم شخصيه ما ذكرناها, سليب نوت. طبعا سليب نوت واحد من سوسايد سكواد, يابوه ضيف شرف طبعا عشان يعرفون ان شلون يموتون الشخصيه. ايه ايه. يا معود الحين شابين على بالناينجاك انستغرام كل مكان, شابين على الشخصيه. وليش؟ انه هو يمكن شخصيه من مين بالسوسايد سكواد. تقييمي بالفيلم اول شيء طبعا الفيلم عجيب قوي وجبار, انا صراحه حبيته واعطيه 8/10. الفيلم جميل, الفيلم حلو, الفيلم انشاف فعلا مو ما ينشاف, انشاف. ما لكم شغل من روتن توميت لما قالوا لكم لا تشوفونه, معطينا 27%. حرام عليكم يا روتن توميت, ترى انتم حيل شقيتوا شقه افلام دي سي.
بس انا اقول لكم شوفوا استمتعوا وانا اعطيه 7/10. اذا عجبتكم الحلقه سووا لايك سبسكرايب وديرا جيمك تشكر متابعك.